طب واضح ان انت اخدتي منها حاجة من الشخصيه ماما. القوه القويه والكاريزما دي، صح. امتى حسيتي ان انت اتخلقت للاداره وان انت من الناس المميزه جدا في فكره الاداره؟ هقول لك، انا كنت في المدرسه كده، في المدرسه كنت البريفكت بتاعتهم، يعني واضح ان انا شخصيتي عايزه ابقى على طول ايه، يعني حاسه بمسؤوليه، يعني انا بحب المسؤوليه، مش المسؤوليه بهرب منها، يعني شخصيه كده بتبقى عايزه يعني توجع دماغها. ايوه بالظبط، تحب تعمل كل حاجه لنفسها وللاخرين. للاخرين والله والله ما بفكر في نفسي بجد، انا بكلمك بجد، يعني انا المفروض دلوقتي خلاص كبرت بقى انما واستقلت و منتهى اللياقه وال بجد بكلمك بجد، حسيت والحماس. خساره ان علاقاتي الدوليه اللي بره دي ما اديهاش لاولادنا ذوي القدرات، وهو ده اللي شجعني، لان كنت مديه العلاقات دي كلها المهرجان سينما الاطفال كمان، فانا متعوده ان انا كنت بدخلهم معانا في مهرجان سينما الاطفال، فلقيت نفسي مستخسره ده. وبعدين احنا مصر هي الوحيده اللي بتعمل مهرجان دولي لذوي القدرات، كل الناس بتعمل لبلدها وده حقهم، وبالعكس بيعملوا حاجات على مستوى عالي لان في امكانيات جامده. الحكايه بقى عشان كده ما بقول الفلوس مش كل حاجه، الناس بتضحك عليا، يعني ايه لا الفلوس مش كل الفكره بالظبط، الفكره والاداره والاراده دي حاجات اساسيه، هتلاقي الفلوس جات لك بالظبط، هي اللي والله بتجيب العظيم الفلوس. وبتلاقي الناس حاسه ان انت بتشتغلي كويس، فبتبقى بتيجي الناس بتيجي دلوقتي تقول لك انا عايزه اساعد معاكي. يعني شوفي صفاء ابو السعود، شفتيها عملت ايه؟ كنت سعيده جدا جدا لان استاذه صفاء ابو السعود وبنمس عليها، وطبعا هي استاذتي، انا ما كنتش متخيله انها هي ما بتقبلش بسهوله، لا هي صعبه جدا انها تقبل وتوافق، لكنها كانت موجوده وبحماس وبطفوله وبحب. بروفات الناس الصغيرين ما جوش بروفات زيها. وبعدين لما احنا بنسجل القبلة للاولاد، سجلنا كل حاجه للولاد، وكان اخر حاجه هي بقى تيجي عشان يعني اذا كان في تغييرات هنعملها. مش قادره اقول لك، اول ما الصوت بتاعها انضم لصوت الولاد حسيت ان في زغروطه في الاغنيه، زغروطه وفرح. التعبير حلو، لا بس دي حقيقه، زغروطه الفرحه او زغروطه وفرحه، كانت هي فعلا هي صوتها بيعمل بجد الاحساس ده. وبعدين واقفه بقى معاكي شايفاكي متضايقه، طب متضايقه من ايه؟ في حاجه اقدر اعملها؟ طب يعني لا ده انت صفاء ابو السعود، احنا بنحبك وممتنين جدا وسعداء، وان شاء الله روح الطفوله والجمال والاشراق اللي عندك ده يفضل مدى الحياه باذن الله. هقول لك المجموعه كلها، يعني مثلا عندك رانيا فريد شوقي، ورانيا طبعا يا خبري. طبعا رانيا، انا عايزه اقول لحضرتك رانيا فيها طفوله برضو بالظبط، يعني فيها طفوله وفيها اشراق وفيها طاقه فظيعه. يعني عملت حته سكتش كده في الاول، لا لسه امبارح بتكلمني تقول لي يلا نعمل بقى تمثيليه للولاد، انا بموت فيهم وحشوني، لا في حاله حب، حصلت حاله حب. لا رانيا رائعه وصديقتي الجميله، وبرده هي كلها حب، فبتدي حب بالزبط. الشخص اللي ممتلئ ميدو عادل، لا يعني انا المره دي طبعا لا كنت لا كان بيطير ميدو انت فزيع. يعني مفيش اي كلام يكفيك، جميل جميل، شخصيه جميله. وبعدين هي اهم حاجه انك يحصل لك ترابط مع العيال، اذا فعلا ده هتبص تلاقيهم بيجروا عليها.